قبة الصخرة أعظم المباني الإسلامية في القدس وأجمل ما صنعت يد الفنان المسلم وأبدعت في الكون كله. هي أعجوبة كونية في كل ما تحمله من زخرفة وإبداع، لا سيما ونحن ننظر إلى رسالتها التي تحملها إلى العالم وتأثيرها على النفوس. وتعد أقدم الآثار الإسلامية التي ما زالت قائمة تحافظ على تخطيط بنائها منذ تدشينها، وأجمل هذه الآثار على الإطلاق حسب ما أجمع عليه علماء الآثار والعمارة والتاريخ. تتكون قبة الصخرة من قبة ذهبية اللون تعلو بناء مثمن الأضلاع له 4 أبواب تفتح على الجهات الأربع، وتتوسط القبة صخرة بيت المقدس الواقعة في قلب المسجد الأقصى. وللقبة مدخل من ناحية القبلة ينزل إليها 11 درجة، وداخلها محرابان على عمودين من الرخام، وأمام المحراب الأيمن يوجد موضع يسمى بمقام الخضر، وإلى الشمال مكان يطلق عليه باب الخليل. وصخرة بيت المقدس باتفاق المسلمين لا يسن التبرك بها وتقبيلها كما يفعله بعض الناس، فقد أنكر علماء المسلمين هذا التعلق بالصخرة، وأنكروا الخرافات والأساطير التي حكت حولها، وبيّنوا أنها صخرة من صخور المسجد الأقصى وجزء منه، وليس لها أي ميزة خاصة عنه، إلا أنها كانت قبلة المسلمين الأولى وقبلة أنبياء بني إسرائيل، ويقال أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء على يمينها ليلة الإسراء والمعراج، وعرج به منها إلى السماوات العلى، لكن هذا لا ينقص من قدر المسجد الأقصى ككل ومن قدسيته وعظمته والبركة التي اختصه الله تعالى بها عن باقي بقاع الأرض ومساجدها. إن المتمعن في الرسالة التي تحملها قبة الصخرة للأمة الإسلامية يلمس فيها الفهم الحقيقي للإسلام ورسالة المسجد الأقصى للأمة، فعندما نتأمل بنية قبة الصخرة الهندسية نجدها على شكل كعبتين متداخلتين بشكل متقاطع لتعطي بذلك الشكل المثمن. فالعقلية الإسلامية آنذاك مثلت الارتباط الوثيق للمسلمين بين قبلتهم الأولى المسجد الأقصى وقبلتهم الثانية الكعبة المشرفة، وأنهم قلب الأمة الإسلامية كما هي القبة بالنسبة لقبة الصخرة، وأن التفريط في إحداها يعني التفريط في كليهما. وإذا تأملنا تلك الزخرفة الرائعة والحلي النفيس المسدل على قبة الصخرة وتلك الملايين من الدنانير الذهبية التي صرفت عليها، سنجد أن هذا المكان هو صندوق جواهر ونفائس معرضة للسلب، فعلى كل من يعشق جواهره ونفائسه أن يحفظها ويحرص عليها وألا يعرضها للسلب والنهب كما هو حاصل اليوم.